ينفق عليه وعلى آله وأصحابه الذين آثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ما عندكم لا تدركون. وما لكم لا ترحمون على الأرامل والأيتام أنتم تملؤون بطونكم باللحوم ومهدين يكفر الأيتام يسعد في الجنة مع سيد الأنام وأيما مؤمن يسقي عطشان يحصل له رضا الرحمن أيما مؤمن كساه ريان كساه الله من حلل الجنان.